السلام عليكم، يلا حيهم شباب، معكم عبد الكريم، واليوم بعطيكم ملخص كامل عن الميزات الرهيبة اللعبة WWE 2K23 الجديدة. قبل لا نبدأ لا تنسون تشتركون في قناة بلاي ستيشن العربية. خلونا نبدأ بالأهم، وضع اللعبة الجماعي 3-3 أو 4-4، صار يمديكم تلعبون فيه في وضع حلبتين بالوار جيمز 2K23، ويمديكم تحددون ميزة الفريق بشكل عشوائي، مين ياخذ ميزة الاثنين ضد واحد أو الواحد ضد واحد، أو تطبقونها على جهة واحدة من الفريق من إعدادات المباراة. بما أنه المصارعين الموجودين تقدر تلعب فيهم بمباريات من كلا الجنسين، ما هم مقيدينك بنجوم WWE أو حتى الأساطير، تقدر تسوي شخصيتك الخاصة وتلعب فيها في وضع ماي رايز. عندك تخصيصات أكثر لشخصيتك، مثلا كيف تكون للانتصارات، على نقاط التثبيت أو على الاستسلام. عندك كمان تحكم كبير بدخلة شخصيتك للحلبة، تقدر تخصص الحلبة والعروض والحركات وكثير من الأمور المهمة اللي تميز مصارعك عن البقية. كل هذا وأكثر في وضع الحلبة، وأحلى شيء أنك تقدر تشارك شخصيتك وحركاتها أونلاين ليشوفونها العالم. شيء جميل في البطولات أنك تقدر تتحكم متى تدخل شخصيتك للحلبة. اللحظات الدرامية الممتعة اللي في المصارعة نقدر نعيدها هنا في 2K23، وفي عدد كبير من الوار جيمز اللي توسع لأعداد مختلفة للعب المحلي أو عبر الإنترنت لمتعة ما تنتهي. بطاقات المباراة توسعت وصار في أنواع أكثر للمطابقة بينهم، وعدد اللاعبين يوصل الآن إلى 4. يمديك الآن تدخل أغراض الحلبة بدون ما يوقف الحكم المباراة، يعني شوف إيش ممكن تلقى تحت الحلبة. عندك طاولات وحدايد وأسلحة مختلفة تصقع فيها خصمك لين بكرة، كل هذه تفيدك. لكن لا تنسى أنه قفص المباراة يعتبر أقوى سلاح بينهم. التسلق القفص الآن صار أفضل من أي وقت من قبل، طبعا هو مثير للأعصاب، ولكن لما تطلع فيه تحكم أكبر، ولما توصل على الحافة تقدر تختار يا أنك تقعد على الحافة أو أنك ترجع وتنط على خصمك أو تطلع وتفوز. في أكشن قوي لما يكون في حلبتين، وأهم شيء المسافة بينهم، تقدر تنط على حلبة ثانية وتسيطر على خصمك إذا أنت متفق عليه مع خويك. تحديث نظام التحمل واضح جدا، الشخصيات تبان عليها إرهاق وتعب بشكل ملحوظ، وكمان تتغير التعبيرات المرئية وردود الفعل مع تقدم المباراة. في وضع الشوكيس لجون سينا نشوف في قصته وبداية المصارعة ونعيد قتالات صارت من قبل فيها، تحدي كبير لهزيمة جون سينا. وبكذا نكون تعرفنا على الأساسيات في WWE 2K23. أتمنى أنكم استمتعتوا بحلقة اليوم، لا تنسون تعطونا لايك، تشتركوا بالقناة، فعلوا جرس التنبيه ليوصلكم كل جديد من بلاي ستيشن باللغة العربية. سلام.